Hello everyone, my name is Rashia Lanwar and today we are going to learn lesson number 11, part 5, Nurani Qaida. So let's start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لام يا زبر لي لام زبر لا تاها لام تل ليلة تل قاف دال زبر قد رازي ري قدري ليلة القدر ألف خاء زبر أخ را زبر را أخرى جيم زبر جا تا لام زير تل ألف را زبر أر زواد بزو أرزو أخرجت الأرزو ميم نون زير من ألف ها زبر أه لام لام زير لل من أهل القاف زير كي تا كري زبر تا با زير بي من أهل الكتاب عين نون زير إن دال زبر دا إن دا زال لام زير زل إن دا زل عين را زبر أر شين زير شي أر شي إن رزل أر شي يا ميم زبر يم نون زبر نا عين وا بيش أو نون لام زبر نل يم نعون نل ميم ألف زبر ما عين وا بيش أو نون زبر نا يمنعون الماعون واو زبر وا ها بيشو واو لام زبر وال غين زبر غا فا واو بيشو وهو الغفور را لام بيشرو واو زبر وا دال واو بيشدو دال بيشدو وهو الغفور الودود زال لام بيزل عين را زبر أر شين لام زير شل زل أر شل ميم زبر ما جيم يا زير جي دال بيش دو زل أر شل مجيدو لام زبر لا كاف دال زبر قد لقد خا زبر خا لام كاف زبر لك نون لام زبر نل ألف نون زير إن سا ألف زبر سا نون زبر نا لقد خلقنا الإنسان فا يا كريمات زير في ألف ها زبر أه سين زبر سا نون زير ني في أحساني تا زبر تا كاف زبر تك واو يا زير وي ميم دو زير من في أحساني تكويم. Thanks for watching everyone. I hope you all learned something new today. Make sure to subscribe to our channel Computer Education Pakistan. Like this video if you enjoyed. Press the bell icon so you can get our latest notifications. Bye. See you in the next video.